الماء أحد أبرز نعم الله علينا، وذلك لأنه أساس الحياة. وبما أن الماء ارتبط باسم المولى أبي الفضل العباس عليه السلام فأصبح سيد الماء. كان الشعبة مياه العتبة العباسية المقدسة هي أحد المشاريع التي تهدف إلى سد احتياجاتها واحتياجات الزائرين ومواكب الخدمة الحسينية وأهل المدينة بالماء النقي الخالي من الأملاح، فضلا عن نشرها لمحطات في عدد من محاور الطرق المؤدية إلى كربلاء والتي تسهم في ربد المواكب بالماء لإحياء زيارة الأربعين المليونية. في حين تقوم شعبة مياه العتبة التابعة لقسم المشاريع بتوفير المياه للزائرين، أنتم تعلمون الأعداد الكبيرة الهائلة، لازم نستنفر كل الطاقات وبثلاث شفتات توفير هذه المياه، نوعين مياه، مياه خام ومياه RO توزع على الزائرين، وثانية على مناهل الوضوء والخدمات الصحية. المحطة مزودة بمجموعة من المنظومات المتطورة التي تلائم المياه الخام في كربلاء المقدسة، وتعمل على تصفيته وتحليته باستخدام أحدث التقنيات التي يضمن من خلالها الحصول على ماء عالي النقاوة وبمواصفات صحية مطابقة لمعايير الجودة وبكميات كبيرة قادرة على سد الحاجة الفعلية. محطة مياه العتبة العباسية اللي هي قرب حرم أبو الفضل العباس عليه السلام، اللي تغذي منطقة الحرم ومنطقة المنطقة المجاورة إلى ومنطقة ما بين الحرمين بالمياه، سواء مياه الإسالة للجابيات الوضوء والصحيات، والماء المفلتر إلى المضيف ومضيف الزائرين ومضيف المنتسبين، ومياه RO مياه الشرب. طبعا احنا بالنسبة ان حاليا في الفترات الزيارة يتم تغذية المواكب الحسينية بالمياه من هذه المحطة بواسطة مناهل، عندنا يتم تغذية ماء الطبخ، الماء المفلتر وماء RO. تبلغ السعة الإنتاجية لهذه المحطة ما يقارب 1,000,000 لتر باليوم من مياه الشرب. ملاكات فنية وهندسية متخصصة تعمل على ديمومة المحطات واستمرار عملها، كون شعبة المياه التابعة لقسم المشاريع الهندسية تعد واحدة من شرايين العتبة العباسية المقدسة النابضة بالحياة.